صباح الخير على مشاهدينا في برنامج يوم جديد. نحن الآن في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، هذا المعرض العريق الذي يقام منذ عام 2002 سنويا وحتى الآن. هذا المعرض ينظم برعاية وزارة الثقافة المصرية متمثلة في هيئة قصور الثقافة وفي أيضا الهيئة العامة للكتاب وأيضا برعاية مكتبة الإسكندرية. هذا الجناح الذي يقام خصيصا لطلبة الكلية ولطلبة جامعة الإسكندرية عموما ليكون أقرب إليهم وأسهل في الوصول إلى أجنحة دور النشر المختلفة التي أتت من داخل مصر ومن خارج مصر. طبعا فرق معايا لأنه بقى جنب الكلية عندي، بقى أسهل إن أنا أوصل للمعرض عن كل سنة. بقيت أنا ما دوم موجود في الكلية كل يوم أقدر أعدي على المعرض، برضو أقدر أجي كذا يوم أشوف كل الأجنحة في المعرض. المعرض يشهد هذا العام مشاركة دولية، السعودية ضيف شرف هذا العام، دولة الإمارات أيضا لها مشاركة مميزة، عدد من الدول الغربية، الصين، الولايات المتحدة. أما بالنسبة لدور النشر المصرية فهناك عدد من دور نشر العاصمة أتت بأجنحتها المتنقلة هنا في معرض إسكندرية للكتاب. الجدير بالذكر أن هذا المعرض ينظم فعاليات ثقافية مختلفة، أكثر من 150 حدث ثقافي ينظمه المعرض على مدار أيامه. المعرض بدأ في 30 من مارس ويستمر حتى 9 إبريل الجاري. 150 حدث ثقافي ما بين ندوات ثقافية، حفلات، توقيع، أمسيات شعرية وغيرها من الفعاليات الثقافية المختلفة لأهل الإسكندرية. في افتتاح المعرض حضر عدد من الشخصيات المعنية بالثقافة المصرية، مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب، وكيل الأزهر أيضا لأن الأزهر له جناح ومشاركة مميزة في المعرض، محافظ الإسكندرية، وعدد من الأدباء والمثقفين السكندريين. طبعا الإسكندرية كانت ولا زالت عاصمة ثقافية هامة ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي، هي مدينة ثقافية هامة. ويوما ما كانت مكتبة الإسكندرية القديمة هي المحفل الثقافي الوحيد ربما للحضارة البشرية وقتها. ويقام المعرض في مدينة الإسكندرية سنويا كما ذكرنا. هذا العام يلقى المعرض إقبالا من عدد مختلف من الفئات ومن الشرائح. الشباب مثلا يقبلون على المعرض خاصة وأن أصبح له جناح رئيسي وهام بجانبهم في كلية الهندسة. أيضا خلال استطلاعنا لآراء الناس في المعرض عرفنا أن الإقبال هذا العام متميز، هناك عروض مميزة بالنسبة لمبيعات الكتب. لا زالت الرواية تتصدر المشهد، تتصدر المبيعات خاصة في أوساط الشباب. هناك مشاركة مميزة لهيئة قصور الثقافة بتخفيضات وفئات مختلفة من الكتب، ما بين الترجمات العالمية، ما بين كتب التاريخ، ما بين أيضا كتب الرواية والإصدارات الحديثة للهيئة. في كتب عديدة، سياسة، أدب، ثقافة، علمية، تراث، ذخائر، ذاكرة كتابة، تشكيلة كبيرة. يقدم المعرض، معرض الإسكندرية الدولي للكتاب هذا العام، عروض وخصومات خاصة في أسعار الكتب. أيضا هناك تسهيلات، بعض دور النشر أيضا تقدم خدمة تقسيط المشتريات بالمشاركة مع بعض البنوك الحكومية المصرية. ما زال المعرض مستمر حتى 9 إبريل كما ذكرنا، وما زال عدد كبير من المواطنين يتوافدون على المعرض. وربما تكون أيام المعرض التي تقل ربما عن أسبوعين فرصة أيضا للزوار من خارج مدينة الإسكندرية إلى التوافد عليها في تقصها المعتدل وفي هذا الحدث الثقافي الهام.